الآن هو الوقوف مع الأردن. لا ينفع الكلام بل أفعال، الأقوال لا تنفع بل أفعال. إذا نقف مع الأردن الآن متى نقف معها؟ إن هذه قمة التعاون، ولا شك أن الآن الوقوف بجانب الأردن يعتبر واجب وطني لكل دولة قادرة على الوقوف مع الأردن. ولا ننسى دولة الإمارات ودولة الكويت في وقوفهم مع الأخوان في الأردن. الأردن بالنسبة لنا امتداد استراتيجي لدول الخليج، وسيكون إن شاء الله الوقوف معه في الرخاء والشدة. الأخوان الأردنيين قمة المثالية في إخراج ماذا يحتاج وطنهم، والحمد لله صندوق التنمية هو واجهة من وجهات المشرفة للمملكة العربية السعودية في تلبية احتياجات الأشقاء في جميع الدول. نتمنى أن تكون هذه الاتفاقيات بداية لتعاون جديد وإثبات للعروبة والأخوة والامتداد الاجتماعي بين المملكة العربية السعودية والأردن، ورد لكل المشككين مهما كان بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بغير علم. المملكة العربية السعودية إذا وعدت أوفت ولا تخلف، ونتمنى من الآخرين أن يكونوا في نفس مقام المملكة العربية السعودية ويوفوا بالتزاماتهم لدولة الأردن، مملكة الأردن الهاشمية كما وعدوا. أتمنى للجميع التوفيق قيادة وحكومة وشعبا، ونحن نعتبر هنا كسفارة المملكة، كسفارة المملكة العربية السعودية، جهة داعمة لما تريد الحكومة الأردنية في المملكة العربية السعودية، وجهة موضحة لاحتياجات الأردن للمملكة العربية السعودية، ونعتبر قسم في صندوق التنمية الآن. نحن على استعداد لخدمة الجميع، وهذا واجب وطني، أنا أعتبره واجب وطني كما خدمة البلد المملكة العربية السعودية خدمة الأردن.